خير جميعا ومسي بالخير على المشاهدين الكرام حقيقه انا ما حضرت للامانه كلمه بهالمناسبه لان في مثل هذه المناسبات المشاعر كفيله بتحضير جميع الكلمات حقيقه يعني فبدايه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه نحمد الله حمدا كثيرا ان فضلنا على كثير من خلقه في المقام الاول مسلمين وفي المقام الاخر او المقام الثاني ان جعلنا سعوديين ننعم تحت ظل حكيمه وان نكون جزء لا يتجزا من هذا الشعب المعطاء فهذا اليوم يوم عظيم جدا بالنسبه لنا كل الشكر كل الشكر حقيقه ايضا لشريحه مهمه احتفلت معنا سواء من المقيمين فوق ارض الوطن او من اخواننا في الامتين العربيه والاسلاميه والذين شاركونا هذه الفرحه العظيمه سالين المولى عز وجل ان يديم على هذا الوطن نعمه الامن والامان شكرا لكم جميعا طيب الحبيب عبد